اهلا بيكم في قناة ربات البيوت. هنتعلم من اروع الشغل اليدوي اللي ممكن نعمله في البيت، شغل الليسين. شغل الليسين شغله بسيط ومحتاجين فيه ابرة، خيط الليسين. انا هنا عامله لكم عينة من شغل الليسين، بس ده متطرز بالخرز. زمان كنا بنحشي خيط، هو كل انتي على حسب امكانياتك، يعني مش عايزه تكلفي نفسك وعايزه تشتغلي بالخيط ده العادي، مفيش مشكله. احنا مش محتاجين غير خيط، بكره خيط، ده اسمه خيط الليسيه. وطبعا دلوقتي هتلاقي منه الوان كتير على حسب الاستخدام. انا جايبه الزيتي وجايبه البيج. في ناس بتدخل البيج في البني، في ناس بتعمله ساده زي ما انا عاملاه كده، وفي خيط جانجو، يعني بيبقى البكرة خيطين. قلنا احنا مش محتاجين ازيد من ابرة. تاني حاجة خيط الليسي على حسب اللون اللي انت محتاجاه. شوفي بقى هتحطيها لو في الانتري، شوفي لون الانتري عندك ايه، يعني يعني انت حاولي بقى حسك الفني تبدعي في حاجة انت عاملاها بايدك. مش محتاجين دي طبعا، بس انا كنت مستخدماها قبل كده. الباترون بتاع الليسي احنا ممكن بنستخدمه على طول، بيفضل ثابت معانا، يعني ممكن نعمل منه كذا مفرش. والرسمه ديت انا استخدمت فيها اللي هو ده، وده زي ما قلت لكم ده انا حشياه، مش زي هنا خرز حشيه خيط. ده كنت اول ما اتعلمت خالص عملته بيه، قلت كحاجه بدائيه يعني. وبعد كده الواحد مع التكرار بيبدع او بيتعلم اكتر. وطبعا محتاجين ورقة جورنال، وهقول لكم ليه. ومحتاجين الشفاف او المشمع اللي هنثبت فيه. طيب انا دلوقتي حابة نتعلم مع بعض الدرس الاول، بس انا هقول لكم الحاجات اللي انتوا هتشتروها عشان الفيديو الجاي. مستنيه منكم تعليقاتكم. هل انتوا حابين تتعلموا الليسي ولا لا؟ شغل جميل وبسيط، ومش محتاج غير منك مثلا ساعه في اليوم تقدري ان انت تعمليه. مش لازم طبعا، هو بياخد وقت، مش هكذب عليكم، بس في النهايه شغل يدوي، شغل ايدك، شغل بتفتخري بيه. حد ضيوف جولك، حد اي حاجه، بتقولوا ده انا عامله شغل ده بايدي. طيب ليه احنا محتاجين الجرايد؟ اول ما بنجيب الرسمه بنثبت الجورنال، وهعلمكم الطريقه ازاي. بنثبت الجورنال تحتيها، وبعدين بنجيب المشمع. انا في طبعا المشمع التخين وده الافضل، وفي اللي هو الخفيف، فانا بس بحب التخين عشان مهما عملته يستحمل معايا. هنثبته كده، والرسمه برضو هتبين زي ما انتم شايفين. ده اللي احنا محتاجينه اول خطوه. وطبعا لو انتوا عايزين تشتغلوا بالخيط زي ما انا وريتكم هنا، هنجيب الخيط على حسب اللون اللي انتوا عايزينه. عايزين خرز، تقدروا تروحوا عند الخردواتي اختاروا الخرز اللي انتوا محتاجينه. طبعا الخيط ده احنا بنستخدمه في الحشو، حشو الوردة او حشو الرسمة اللي بتبقى موجودة عندنا. وفي عندنا خيط تاني، الخيط ده بيبقى ذهبي بس غالي شوية، بس طبعا بيدينا شكل جميل جدا. الخيط اللي سيه ده اللي هو دوا، في منه برضو الاصفر اللي هو الذهبي، لو انت حابة تعملي شغلك كله لون واحد بدل ما تشكلي كذا لون. استنوني، مستنياكم زي ما قلت لكم. وياريت تشجعوني ونشجع بعض، ويبقى في فيديوهات تاني. باي باي.